في بعض الأمراض أنا لسه أول مرة أكتشف إن العلاج الطبيعي ممكن يعالجها، وخاصة الأمراض النسائية. فلو إحنا ابتدينا بالدورة الشهرية، هشاشة العظام عند المرأة، ممكن العلاج الطبيعي يحلها إزاي؟ هو طبعا هسيب الدكاتره العلاج الطبيعي هم اللي يتكلموا في القصه دي. هي بالنسبه مثلا حاجه زي هشاشه العظام، هشاشه العظام دي قصه طويله بتاثر على الستات طبعا اكتر من الرجاله، والستات اكثر اهتماما بيها. احنا واحنا اكتر ناس بنعاني منها كمان كتير يعني. لان احنا عندنا في المجتمعات الشرقيه نسبتها اعلى شويه، خاصه مع نقص فيتامين دي، لان نقص فيتامين دي ده بيحصل مع البشره الداكنه اكتر، فيعني هو كومن اكتر عندنا. رغم ان احنا عندنا شمس بس ما بنتعرضش احنا عندنا للشمس. شمس بس عندنا نسبه تغطيه الجسد اعلى، فده يعني دايما حتى في المراجع وكده الميدل ايسترن كوميونيتيز نسبه استفادتهم من الشمس اقل نظرا للتغطيه كنت دايما ربط هشاشه العظام ان ما بياكلش لبن وما بياكلش جبنه، هي الكالسيوم يعني. هي نسبيا الكلام ده صحيح ونسبيا غير صحيح، لان هو الاحتياج الجسم من الكالسيوم مش كبير، احتياج الجسم من الكالسيوم تحت سن ال 50,000 ملي جرام، يعني جرام واحد في اليوم، وفوق سن ال 50,200 ملي جرام. يعني احتياجنا لفيتامين دي اكتر ويحافظ علينا اكتر من ان احنا كالسيوم؟ طبعا فيتامين دي مهم جدا، لان الفيتامين دي هو اللي بيخلي الجسم يمتص الكالسيوم من الاساس، والكالسيوم موجود في حاجات كتير جدا غير منتجات الالبان. في الكيوي وفي فاكهه كتير وفي خضار كتير موجود الكالسيوم. لو انا حاولت ان انا، بما حضرتك فتحت موضوع هشاشه العظام قبل ما ننقل على العلاج الطبيعي في الدوره، اعمل ايه النهارده اللي بيتفرجوا علينا؟ احاول اتفادى فكره هشاشه العظام دي، ان انا اهتم ايه؟ واحنا برضو في مننا كتير محجبات. في جود نيوز وباد نيوز. اوكي. نبتدي بالباد نيوز. رصيد العظام يتوقف عند سن ال 30. يعني الانسان في مراحل الطفوله يعني احنا ملناش امل. رصيد العظام بتاعه في امل ان احنا نمشي حياه صح ونعمل تمرينات ونمشي مظبوط. طبعا طبعا بقول حاجه، انا بقول الباد نيوز الاول اللي هو الخبر السيء، ان كثافه العظم بتوصل للبيك بتاعها زي رصيد البنك عند سن ال 30، وبعدها بيبتدي البالانس يبقى نيجاتيف، بمعنى ان العظم ده نسيج حي، دايما العظم بيتكسر وبيتبني. في سن الطفولة والمراهقة والشباب بيبقى معدل البناء أعلى، فعشان كده البالانس بوزيتيف زي رصيد البنك، بتحوشي أكتر ما بتصرفي، فبتلاقي كل شهر رصيدك في البنك بيزيد. عند سن 30 بيوصل للإكوليبريم اللي هو الاتزان، وبعد كده بيبتدي ينزل. ينزل إيه؟ يعني يبقى معدل الهدم أعلى من معدل البناء. العظم؟ معدل الهدم أعلى من معدل البناء. طب الخبر الجاي بقى. ده الخبر الوحش. الخبر الحلو طبعًا إن الدنيا تقدمت جدًا، ان بقى في حاجات كتير قوي وفي توعيه وفي ادويه بتقدر تخلينا نحافظ على الرصيد اللي فاضل دهوت. وحتى لو الانسان وصل ان هو اتشخص ان هو عنده هشاشه عظم، هي مشكله هشاشه العظم في الريسك اوف فراكشر، ان احتماليه حدوث الكسور اعلى. والكسور دي بتجر وراها مضاعفات مشاكل كتيره قوي، لان هي بالذات لكبار السن. يعني حضرتك كسور الحوض 50% منهم عمره ما هيمشي اندبندنت، يعني بدون اي مساعده، سواء من حد او من عصايه او من مشايه او من جهاز. اب تو 50% من العيانين عمرهم ما هيمشوا الا لو استعملنا علاج طبيعي بقى. الا لو استعملنا علاج طبيعي بالظبط. بس فالادويه الحديثه تطورت جدا، بتقدر تقلل الفراكشر ريسك اللي هو نسبه حدوث الكسور دي. الدورة الشهرية هل فعلا ممكن تتعالج او ألمها يخف بنسبة كبيرة لو التزمنا بعلاج طبيعي؟ بالظبط. وخاصة انها بتيجي لبنات كتير جدا بوجع مبقاش فاهمين، في بنات بتعدي وبنات كتير اللي هو بالمستشفى وحقن هو في سببين بيسببوا آلام الدورة الشهرية عند النسات، وبالتالي هنقدر منها نفهم العلاج الطبيعي يقدر يساعد في ايه. اول سبب ان بيحصل انقباضات كتير في الرحم، والجسم ما بيقدرش يدي الدم للرحم بالصوره الطبيعيه اللي تواكب هذه الانقباضات. أوكي. فما بيبتدي الدم يبتدي يقل والانقباض مستمر عشان الرحم يتخلص من بطانته وتنزل الدوره الشهريه، بتبتدي تظهر الالام. اوكي. احنا عندنا في العلاج الطبيعي ادوات واجهزه تقدر تحسن الدوره الدمويه عند السيدات، وبالتالي تقدر تخلي الدوره الدمويه اللي رايحه للرحم تبتدي تتحسن. وده بجهاز اتوافق عليه من الاف دي اي في امريكا، اللي هو استخدام الليزر بارد الطاقه او اللو ليفل ليزر سيرفي. وده جهاز موجود في مصر؟ وده موجود في كل حته، اغلب عيادات العلاج الطبيعي عندهم ده جهاز. الكلام ده اتعمل في بيتعمل فين؟ في اي منطقه؟ بيتعمل في منطقه البطن، اسفل البطن وعند الظهر.
وده بيسهل الموضوع. بالظبط. الجزء الثاني ان الاعصاب اللي بتشيل الالم محتاجين ان احنا نقلل توصيلها للمخ باحساسه بالالم. فبيطلع لنا جهاز ثاني اسمه جهاز التنس او التنبيه الكهربائي الحسي، بيتحط في البطن، في منطقه البطن ومنطقه الظهر، بيقلل الالام بدون ان احنا نحتاج اي ادويه. ده زي حيله كانوا بيعملوها، يحطوا قربه سخنه. بالظبط. ده كان زمان، بس لقينا ان القربه بتخش 3 مللي، فاحنا دلوقتي محتاجين نخش 5 سم جوه عشان نقدر نوصل للانسجه العميقه بتاعتها. وعشان نتخيل حته ازاي الجهاز ده بيضيع الوجع، لو انا اتشكيت بابره، التصرف الطبيعي ان انا بفرك ايديا، الفرقه بتاعه الايدين دي بتخلي الاحساس بتاع الالم يقل. فاحنا لقينا ان احنا ما بنعمل نوع من التاكتايل ستيميليشن بيبتدي يقلل احساس الانسان بالالم، وبتضطر البنت ان هي تعمل البرنامج ده لمده 3 دورات متتاليه. ولقينا ان نسبه قبل ولا بعد؟ بتتعمل قبلها باسبوع قبل نزول الدوره الشهريه، وبتبتدي الالام بتاعتها تبتدي تتحسن. ولو اتعملت 3 مرات 3 اشهر تبتدي ممكن تنزل بنسبه 60%. ده دي خبر لامهات كتير بناتهم بيعملوا لهم مندبه. بس في بقى قصه ثانيه، مش مجرد ان احنا نحط اجهزه بس، لا، تغيير اللايف ستايل. هو الالام بتاعه الحوض بتظهر ليه؟ نتيجه ان منطقه الحوض الدوره الدمويه والتدفق الدموي فيها قليل، فاحنا محتاجين البنت تبقى اكتف، محتاجين ان الوزن يبتدي يقل، محتاجين ان احنا نعمل تمارين لمنطقه البطن والظهر والحوض، فبالتالي الالام تبقى احسن ويبتدي صوره الدوره الشهريه تبقى بسيطه للبنات.